بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم. سنكمل الجزء الثاني من درس المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. أهداف درسنا لهذا اليوم هي 4 أهداف. أولاً، توضيح كيفية استخدام مقياس الحموضة pH لوصف قوة الحمض أو القاعدة. ثانياً، بيان أن قوة الأحماض مرتبطة بسهولة إطلاقها لأيونات الهيدروجين، وقوة القواعد مرتبطة بسهولة إطلاقها لأيونات الهيدروكسيد. ثالثاً، توضيح كيفية استخدام الكواشف لمعرفة حمضية أو قاعدية المحلول. رابعاً وأخيراً، وصف تفاعل الحمض مع القاعدة. فلنبدأ أعزائي الطلبة بالرقم الهيدروجيني، ويرمز له بالرمز pH. الرقم الهيدروجيني هو مقياس لحمضية أو قاعدية، فهو يقيس الحمضية أو القاعدية، وتتدرج قيمته من 0 إلى 14، كما هو موضح في الشكل المعروض أمامكم، أي إن ما كان أقل من 7 فهو حمض، وما كان رقم 7 يسمى محلول متعادل، أما أكثر من 7 فهو محلول قاعدي. فإذا كلما اقتربنا من جهة الصفر أو الرقم الهيدروجيني 0 بات أكثر حموضة، وما كان أقرب إلى رقم 14 بات أكثر قاعدية. إذن ننتقل الآن إلى قوة الأحماض والقواعد. تختلف الأحماض عزيزي الطالب والقواعد في قوتها، فبعض الأحماض قوية جدا كما هو موضح في الجدول المعروض أمامكم، وبعضها ضعيف. لنرى ما الذي يحدد قوة الحمض أو القاعدة. قوة الحمض عزيزي الطالب مرتبطة بسهولة فصله لأيونات الهيدروجين، ولا يرتبط بعدد ذرات الهيدروجين. فمثلاً على سبيل المثال كما هو معروض في الجدول، فحمض الكربونيك على سبيل المثال عدد ذرات الهيدروجين لديه 2، بينما حمض النيتريك عدد ذرات الهيدروجين لديه 1 فقط، ولكن يعتبر حمض النيتريك أقوى بكثير من حمض الكربونيك، وذلك يرجع إلى سهولة فصل أيونات الهيدروجين في الماء عند حمض النيتريك أسرع من الكربونيك. نأتي إلى طريقة أخرى آمنة للتمييز بين الحمض والقاعدة، وهي ما تسمى بالكواشف. فما المقصود بالكواشف؟ الكواشف هي مركبات تتفاعل مع المحاليل الحمضية والقاعدية، وتعطي ألواناً معينة بحسب الرقم الهيدروجيني. ومن أمثلة الكواشف ورقة تباع الشمس ومحلول الملفوف الأحمر. نأتي الآن إلى تفاعل الحمض مع القاعدة. ما الذي يحدث؟ عزيزي الطالب تأمل الشكل المجاور. عندما يتفاعل H3O وهو ما أشرنا إليه سابقاً أيون الهيدرونيوم، عندما يتفاعل مع OH سالب ينتج منه جزيء الماء الممثل ب H2O. هذا ما يطلق عليه بتفاعل التعادل، أي إن تفاعل حمض مع قاعدة لإنتاج ملح وماء. عند تفاعل التعادل عزيز الطالب لاحظ جيداً عند الرقم 7، أي إن تتفاعل أعداد متساوية من ماذا؟ من أيونات الهيدرونيوم مع أيونات الهيدرو إكسيد
لأن عند التفاعل يكون أعداد الأيونات الهيدرونيوم والهيدروكسيد متساوية. الآن عزيز الطالب لديك هذا النشاط، تمعن جيدا في الجدول أدناه ثم أجب عن الأسئلة التالية. من خلال الجدول الذي أمامك أوجد ما يلي. لديك دقيقة واحدة عزيز الطالع حتى تتمكن من الإجابة. حمض ضعيف من خلال المخطط الموجود أمامنا هو ما يمثل الخل. لماذا؟ أي إن كلما انتقلنا في هذا الاتجاه أشرنا تزداد الحموضة. والسؤال هو حمض ضعيف، فإذا الخل يمثل حمض ضعيف. قاعدة قوية. قاعدة قوية أي إن كلما اتجهنا في جهة 14 تزداد القاعدية، فأيهما قاعدة قوية؟ هل هي الأمونيا أم هيدروكسيد الصوديوم؟ طبعاً هيدروكسيد الصوديوم ويمثل برقم 14 كما هو موجود أمامكم. حمض قوي أي إن كما أشرنا تزداد الحموضة في هذا الاتجاه. فمن هو الذي يمثل حمض قوي؟ هو حمض الكبريتيك. مادة متعادلة، كما أشرنا بأن التعادل يحدث عند الرقم الهيدروجيني pH وتمثل الماء المقطر. القاعدة الضعيفة وهي الأمونيا عند الرقم 11. انتهى الدرس أعزائي الطلبة، شكراً لكم لحسن استماعكم.